الثالث عشر من محرم الحرام عام 61 هجري. في مثل هذا اليوم أدخلوا السبايا مقيدين بالحبال في مجلس ابن زياد المشؤوم، ثم أدخلوهم سجن الكوفة مغلولين مقيدين. وفي مثل هذا اليوم دفن الإمام السجاد عليه السلام الجثمان الطاهر لسيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام بمساعدة جماعة من بني أسد.